إنشاء منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في كل بلدية، وهذا سوف نشرع فيه ابتداء من انتهاء من هذه الأشغال في القريب العاجل. والنقطة الثالثة هي إعداد قانون جديد للاستثمار. راح تكون يعني نظرة جديدة في الاقتصاد، خاصة في الاستثمار، وين المجالات، كل المجالات ستفتح، وكل التسهيلات ستعطى لكل المستثمرين الوطنيين في الجزائر باش لخلق مناصب شغل لشباب. لابد في المستقبل يكون هناك انعاش اقتصادي، وتكون هناك ديناميكية جديدة وتسريح ومتابعة جدية للتنمية المحلية على المستوى المحلي، وإن لاحظ سيد رئيس الجمهورية أن هناك عدة عمليات يعني ضعيفة على المستوى المحلي، وعدة عمليات لم يتم الانتهاء منها، وإن أعطى يعني تعليمات صارمة وأعطى ديديلي يعطي أعطى مواعيد، وإلا بد يكون تكفل بهذه العمليات. هذا الشعار اليوم اللي يحمله اليوم هذا اللقاء اليوم، طبعا هو في انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية، يدخل في هذا الإطار وإزالة الفوارق الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد. طبعا قطعنا شوط كبير في مناطق الظل، لأن هنا كثير من المواطنين كانت أدنى ظروف المعيشة تفتقر فيها. التوازن الإقليمي، احنا كولاية حدودية أولا، تحديات اقتصادية ثانيا، نقص للمبادرة أو انعدامها، يعني السيد رئيس الجمهورية حاول باش يعطينا نفس جديد لكل هذه الأقاليم المختلفة، سواء من الشمال إلى أقصى الجنوب. الآن التحدي الذي ينتظرنا جميعا على المدى القصير هو الآليات التي تمكننا من بعث الاقتصاد والاستثمار المحلي.